لا يقال إيه لمسلم علج هو، إنما العلوج أيها الإخوة والأخوات هم الكفار. الرجل الكافر بيسموه إيه؟ علج. وبالذات من كفار العجم، هذا الكافر. قال من دخلش المدينة هؤلاء الكفار كإيه؟ كسبي، كأسرى، ما بدنا يوم، ما بدنا يوم. وحنشوف ليه. وجاءت الوقائع لتؤكد صحة تدبيره وحسن نصحه أيها الإخوة ورشده في هذا الباب بأبي وأمي، لأن عمر لقي مصيره على يد علج. لو هذا العلج لم يدخل المدينة ما استشهد الفاروق وهو في 63 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا الأمة كانت أحوج إلى 10 أو 20 سنة زائدة من هذا الرمز المذهل أيها الإخوة، من رموز العدل، من نماذج العدل والتقوى والنزاهة رضوان الله تعالى عليه وجمعنا به في مستقر رحمته. ولنقرأ طبعا، لا مرتضى العاملي ولا مرتضى الشيرازي ذكروا لنا الأثر بطوله. على كل حال الأثر من جهة السند فيه مطعن، الأثر من جهة السند فيه مطعن. لماذا؟ هذا الأثر لا يتصل عن عمر بن الخطاب، يرويه الزهري، والزهري لم يلقى عمر أيها الإخوة، الزهري لم يلقى إيه؟ عمر. وهناك رواية أخرى ليس فيها أنه كان يمنع أحداً من العجم أن يدخل المدينة. هذا الأثر مخرج في صحيح البخاري في كتاب المناقب عن عمر بن ميمون التابعي الجليل الذي شهد مصرع عمر، ولم يكن بينه وبين عمر أيها الإخوة إلا ابن عباس في صف الصلاة، صلاة الفجر. هذا شاهد عيان، عمر بن ميمون رضوان الله تعالى عليه شاهد عيان. لكن لنقرأ الأثر الذي أورده المرتضيان بطوله، لنقرأ الأثر بطوله. كان عمر لا يأذن، لا يسمح أيها الإخوة لأحد من العجم بدخول المدينة. وبعدين كمل، ثم بعد ذلك وإن المغيرة ابن شعبة كتب إلى حشيب. يا أخي حشيب، يا الله، الغرض مرض، الغرض مرض. دائما تذكروا، تذكروا وحاولوا أن تعيشوا أيها الإخوة بهذه الروح. والله العظيم الذي لا إله إلا هو، لا ينبغي ولا يستطيع تقي نقي أن يزور على عدوه. شو عدو يعني؟ يعني عدو كافر، عدو الإسلام والمسلمين لله ورسوله. لا يستطيع التقي، لا يستطيع أن يكذب. المؤمن ليس كذابا، ليس مزورا، يلتزم خطة الصدق دائما. لكن خطة التقصيص أيها الإخوة وخطة الكذب والاعتفاك أيضا واختلاق الأشياء واستغلال جهل العامة، لأن العامة مساكين لا يعرفون لا أسانيد ولا متونا، ولا يعرفون لا نقدات ولا تحقيقات، يصدقون كل شيء. عامة الشيعة يصدقون ما يقوله علماء الشيعة، وعامة السنة يصدقون ما يقوله علماء السنة، وهكذا تشتعل النيران. ليه؟ لأنه حين يفتقر هؤلاء وهؤلاء عن العلماء، طبعا بعض هؤلاء وبعض هؤلاء، إلى الصدق والنزاهة، إلى الصدق إلى خشية الله، إلى تقوى الله، طبعا تشتعل النيران بين العوام، بين الجماهير هنا وهناك. حسبنا الله ونعم الوكيل. تتسمم الأرواح وتتسمم الأفكار، أرواح العوام هنا تتسمم كما هي مسممة أرواح خواصهم وعلمائهم وكبرائهم وكبرائهم. كتب المغيرة ابن شعبة إلى عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، إن لدي غلاما ماهرا نجارا نقاشا حدادا فيه منافع للمسلمين، فإن أذنت أن أرسل به، يعني كي يدخل المدينة. يبدو أنه كان في الطائف، والمغيرة أصله ثقفي، وربما في الكوفة، لا ندري. على كل حال، فإن أذنت أن أرسل به فعلت. قال: أرسله. وكان المغيرة بن شعبة هو سيده، هو مولى المغيرة. كان المغيرة رتب عليه 2 درهم في كل يوم خراجه. ليه؟ لأنه هذا إيه؟ نجار ونقاش وحداد، 3 صنايع يعني، والبخت ضايع لأنه من أهل جهنم. تقتل أمير المؤمنين عمر الخطاب وتقتل معه 7 من المسلمين، قطعا من أهل جهنم. في ناس بتردوا عليه اليوم، في ناس بتردوا على أبي لؤلؤ المجوسي، وفي ناس عامل له مقامات يعني وشغلات كبيرة. ما ينفعش، ما ينفعش. لو افترضنا أن عمر يستحق القتل، وحاشاه وحاشاه، قطع الله اللسان. طيب والسبعة هؤلاء؟ نزل تبعيد في المسلمين، هذا حاقد على أمة محمد، هذا رجل حاقد على أهل لا إله إلا الله. وبعدين الملعون، ونحر نفسه لما غموه بعباءة، نحر نفسه، ما شاء الله، بطل استشهادي كاميكازي. هنشوف. فجأة فأدخله عمر المدينة، فلقي عمر بعد أيام
فشكى له أمره، يعني أنه مرتب عليه خراج شوي كثير. فقال له الفاروق رمز العدل، قال له ما تحسن؟ قال نجار نقاش حداد. قال ليس خراجك في كنه ما تحسن من الأعمال بكثير، ليس خراجك في كنه ما تحسن من الأعمال بكثير. أنت بتشتغل وبتكسب من إيه؟ النجارة والحدادة والنقاشة، درهمان في اليوم مش كثير هذا. لكن دعت الروايات أيضا وتؤكد أن عمر كان يريد أن يوصي به وأن يضع عنه شيئا من خراجه، وهذا في صحيح البخاري من أثر عمر بن إي ميمون، قال قاتله الله، لم أعلم أنه هو الذي قتله، قال قاتله الله لقد أوصيت به معروفا، قاتله الله لقد أوصيت به معروفا. بس ما بنفع في هالأجناس هذه للأسف، حقد على دين محمد وعلى أمة محمد. في رواية ماذا قال أبو لؤلؤة، وهذه حج عليهم، على من يدافع عن فيروز أبي لؤلؤة، تدفع في صدورهم أيها الإخوة بالمنطق الفصيح الصحيح الصريح. قال أبو لؤلؤة وقد مضى متذمرا، وسع عدله الناس كلهم إلا إيه؟ إلا إياي. يعني يعلم أن عمر عدل، يعلم أنه نموذج العدل، عمر عدل يا أخي، معروف، يعرف أعداؤه قبل أوديه أنه نموذج العدل، ما كرهه من كرهه إلا لعدله، حتى من أقرب الناس إليه لعدله، سيف مسلط. على كل حال القصة باختصار كما تعلمون، أبو لؤلؤ هو الذي طعن عمر في خاصرته وفي كتفه، فأرداه وهو يصلي إماما بالناس رضوان الله تعالى عليه بأبي وأمي وروحي هو. نقلوه إلى البيت وهو يقول الصلاة الصلاة الصلاة، ثم قال ابن عباس انظر من قتلني، قال ابن ميمون فجال ساعة، ثم قال أبو لؤلؤة، قال أصطنع؟ قال غلام المغيرة الذي قتلك، غلام المغيرة الذي أذنت له بدخول المدينة، ويا ليتك ما أذنت. وبحتجوا على عمر كيف يأذن، عفوا كيف لا يأذن بدخول الأعاجم العلوج الكفار المدينة. عمر رجل دولة، يعلم أنه هذا غير مناسب، هذه خطة غير أمنية بالمرة، غير صحيحة، كيف ندخلهم وقد قتلوه؟ وبيحتجوا على عمر أيضا، ما شاء الله على التفكير العلمي يا أخي، إيش العقول الضخمة هذه، إيش الذكاء المنقطع النظير هذا، العدل 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 يا إخوان، والعقل العقل العقل أيضا، حكموا عقولكم. قال له الصنع، الغلام المهر هذا المحترف الصنع، يعني الصنع، قال نعم، قال الحمد لله، الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد مسلم يدعي الإسلام. معناها عمر كان عارف هذا كافر، ما دخل الإسلام، إخواننا في إيران لا مسلم ومسلم ممتاز وتردوا عليه حتى لو كان مسلما، نقول لكم في نار جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، سورة النساء الآية 91، لأنه قتل عمر وسبعة من المسلمين، هو بعج 13 واحد عاش منهم إيه؟ كذا من عاش ومات سبعة أيها الإخوة. أيوه ما ينفعش، ما ينفعش، حتى لو قلت عمر والعياذ بالله يستحق، وهؤلاء المساكين ومن هم، من أسماؤهم، ولا عنده ما شاء الله عليه سبيب كل واحد، قائمة حياة كل واحد، إنه نقتل هؤلاء، هو بدأ يقتل على أبو جنبه طرف الملعون، فلعنة الله على الظالمين، ما في عقل. هذا هو عجيب، أن يحتجوا على عمر وهذه الواقعة بالذات التي احتجوا بصدرها تشهد لحسن سياسته. ماذا قال عمر عاد لما قال له هو؟ وبعدين قال عمر كنت نهيتكم عن إدخال هؤلاء العلوج المدينة، فأبيت أنت وأبوك إلا أن تستكثروا منهم. لمين بيحكي؟ لعبد الله بن عباس. يقول الراوي وكان العباس أكثرهم رقيقا، كان العباس أكثرهم أي رقيق، عنده كثير رقيق من العلوج. فقال ابن عباس إن شئت فعلنا. الراوي فسر أحد رواة الحديث أي قتلنا، لا. أنا أعتقد أن ابن عباس أراد إن شئت فعلنا أي نفيناهم من المدينة. فقال عمر كذبت. عجيب، شوف الرجل الذي قتل على يد هذا العلج الخبيث اللعين المعثر، عمر إلى الآن يلتزم خطة العدل والقول بالحق والقصاص المستقيم، قال كذبت. قال ابن حجر وأهل الحجاز يضعون كذبت موضعي أخطأت، كلامك غير صحيح معناها، مش معنى كذبت عندك انت ايه تكذب، هو الكذب هنا. قالوا كذبت، كيف وقد تكلموا بلسانكم وصلوا الى قبلتكم وحجوا حجكم، وحجوا حجكم ليس كذلك،
سواء كان المعنى تقتلهم هذا في نظر غير قريب أو تنفيهم من المدينة، ما خلاص استوطنوا فيها، استوطنوا فيها.